إذن إطلاق الرصاص في الأعراس أسلوب خاطئ يضر ولا يفيد، وعادة أو عادة سيئة نتمنى زواله. نتمنى أن تسد العادة التي تعكس ثقافتنا وأصالتنا. يؤلمنا أن نرى الضحايا يسقطون بسبب هكذا أو بسبب كهذا، وأن تتحول الأفراح بسببه إلى أحزان ومواجع لا تندمل. للحديث أكثر عن الرصاص في الأعراس من الأفراح إلى الأتراح، معنا عبر الهاتف الأستاذ فؤاد المسلمي، صحفي وناشط مجتمعي. يسعد مساك أستاذ فؤاد. أهلا وسهلا. أستاذ فؤاد، لو نتحدث عن المخاطر الأمنية في مشكلة إطلاق النار في الأعراس، هي واضحة وكذلك حلها يحتاج لقبضة أمنية ونظام يجرم هذا الفعل، وهذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى تفصيل أكثر. لذلك سنتناول هذه الفقرة من جانب آخر ونستعرض أضرارها وحلها من ناحية مجتمعية. السؤال هنا، ما هي الأضرار المترتبة على هذه المشكلة مجتمعيا وتأثيراتها الغير مباشرة على العلاقات المجتمعية التي تأتي من نتائجها؟ نعم، خلال السنوات الماضية انتشار إطلاق الرصاص في الأعراس كانت مؤرقة جدا، وخاصة في المناطق المحررة. هناك حدثت مشاكل بشرية، وهناك فقد الناس أعز أحبابهم بسبب إطلاق النار في الأعراس. هناك في مناطق كانت هناك حلول ناجحة في اتخاذ مواقف في المناطق المحررة، مثلا في محافظة تعز على العام الماضي والجهات الأمنية وكذا، لكن فضلت في الواقع القبلي والعادات والتقاليد التي تطلق النيران في الأعراس، ولذا أخذنا هذه الحلول فكانت نتائجها سلبية جدا وانعكست على المدينة. هناك ضحايا شبه أسبوعية أو شبه شهرية تسقط فيها الراجح من الرصاص، ولهذا على الدولة في المناطق المحررة ووزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات راجعة وأن ترسخ هذا في على شكل ندوات وحوارات مع عقال الحارات في المدن وفي القرى وفي الأرياف، حتى تقدر هذه أن العادة تسبب الناس خسائر مادية كبيرة وبشرية وتفكك في القبائل. أذكر قبل عام في نيجيريا الصدر حدثت حرب بين قبيلة وقبيلة نتيجة تراجع من رصاص الأعراس. نعم. وكانت ضحايا كثيرة وكانت مخلفات كثيرة، ولهذا يعني على الدولة وعلى الشرعية في المناطق المحررة أن تقوم بهذا الواجب وأن توحي المواطنين وأن تقيم ندوات وورشات في مراكز أمنية متخصصة في هذا الجانب بحضور العقال والجمعيات والمؤسسات لإخراجها إلى النور وتعريفها إلى المجتمع القبلي الذي محافظ على هذه العادة التقاليد السيئة. جميل أستاذ فؤاد، ثقافة المجتمع القبلي والنظرة الرجولية في حمل السلاح واستخدامه في كل مناسبات تلعب دورا كبيرا في تفشي إطلاق النار في الأعراس كما ذكرت قبل قليل، أم هل هناك أمر جوانب أخرى أو كسيود مثلا الفوضى والعنف، وبالتالي من يمارس هذا الفعل يمارسه لدوافع الفوضى إضافة إلى منطق الثقافة القبلية للمجتمع؟ نعم، هناك عادات وتقاليد تمارسها القبائل في بعض المناطق ويعتبروها عادات وتعتبر أن الدولة موازية للقبيلة، يعني لا يمكن أن الدولة تجر على القبيلة وتخرج حملة أمنية إلى هذه القبيلة كونها أكبر من الدولة. ولهذا هناك القوانين الصادرة للداخلية أو اللي تعرف عليها في الجانب الأمني والكذا تستدل بالأعراف التقاليد القبلية، ولهذا تحتاج إلى توعية من الجانب الحكومي وتخصيص مبالغ ودورات وأنشطة واجتماعات مع عقال الحارات حتى تدخل إلى النور وتكملها وتغير هذه العادات، لأنه تعز محافظة تعز كنموذج العام الماضي طبق القانون فيها، فكانت المدينة هادئة لكن اصطدمت أي الأجهزة الأمنية والخطة العسكرية وكذا، كانوا يقودوا حملات كبيرة إلى الأعراس حتى وصل الحرب إلى معتقل العرسان وكذا، لكن اصطدمت هذه بوقائع أخرى ونتيجة سلوك القبلي القبيل وكذا، فهجرت صراعات وخلافات ورجع الوضع على ما هو. لكن على الدولة، هنا أنا أخاطب الدولة في المناطق المحررة وخاصة في المناطق المحررة، يعني إحنا بحاجة الرصاص والجبهات وكذا، وتحصل
يعني منطقة يطلق فيها النيران أكثر من جبهة، وهذا يعتبر إسراف. ولهذا على الدولة أن تتخذ إجراءات يعني راجعة لحقائق مسبقين النار والأعراض. جميل جدا. إذن شكرا لك الأستاذ فؤاد المسلمي، صحفي وناشط مجتمعي، شكرا جدا لتواجدك معنا، وما زلنا مستمرين معكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.